بسم الله الرحمن الرحيم. هنجهز ان شاء الله خلطة بهارات الكبسة. عندنا عود قرفة خشب هنكسره صغير، وطبعا بيكون ناشف جدا، ممكن ندق عليه بحاجة تقيلة. وعندنا معلقتين كبار كاري، ومعلقتين كبار بابريكا، ومعلقة كبيرة كزبرة ناشفة، ومعلقة صغيرة جنزبيل مطحون، ومعلقة صغيرة فلفل اسود، ومعلقة صغيرة حبهان او هيل مطحون، ومعلقتين صغيرين كركم، وستة أو سبع ورقات ورق لورا، وحوالي 10 أو 12 فص قرنفل، وليمونتين كبار من الليمون الناشف المجفف هنكسرهم برضو بأي حاجة تقيلة. وهنطحن كل الحاجات دي مع بعضها في مطحنة التوابل وهنعمها جدا. وخلاص كده نعمناها كويس، وبنضيف منها معلقة صغيرة على كل كوباية رز واحنا بنعمل الكبسة. جربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا. بتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. والى اللقاء ان شاء الله في الفيديو القادم.